السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتي Learn and Apply. اليوم كنقدم لكم بسبوسة رائعة وفي المذاق بنينة وحتى في المقادير بسيطة، يعني ما كتطلبش مقادير بزاف. فابقوا معايا وتابعوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا المقادير اللي فيها وحتى طريقة التحضير ديالها. ما تنسوش الضغط على الزر اشتراك وجيم. اولا كنمشيو نحضروا السقوه ديال البسبوسه. بالنسبه للسيرو ديال البسبوسه كنحتاجو تقريبا 3 كؤوس من الماء، قياس كاس العنبه، حيت ملي غطيب البسبوسه غتحتاج اننا نسقيوها. من هو ما كنسقيوها كتشرب مازال، حيت السميده رقيقه واخا كتشرب. اذا 3 كؤوس من الماء تقريبا راها كافيه. كنضيف ليها نصف برتقاله ليمونه، نصف برتقاله صغيره، وكاس من السنيده السكر خشن، وملعقه صغيره من الزبده. اذا هادو هما المكونات ديال السيرو. كنمزجو المكونات وكنوضعو فوق النار. هنا مزجت فقط سكر السنيده سكر الخشن مع الماء مع قطعه من البرتقال. الزبده غنضيفها في الاخير باش كتعطينا داك اللمعان، والذوق كيجي هائل. بالنسبه لمقادير البسبوسه، عندنا 3 كؤوس من السميد الناعم، يعني السميده الخاصه بالحرشه والبسبوسه، مقدار 3 كؤوس العنبه، خميره الحلويات بيكين بودر 8 غرام، سكر فانيلا، نصف كاس من سكر الخشن سكر سنيده، اذا كاس ونصف من الحليب، نصف كاس من الزيت النباتيه، وكوك اولا جوز الهند، كوك تقريبا ملعقه كبيره ونصف، كيبقى اختياري كينسملنا. طريقه العمل كالتالي: كناخذوا اناء كنديروا فيه البسبوسه ديالنا، كنضيفوا ليها نصف كاس من السكر السنيده السكر الخشن ونصف كاس من الزيت، وكنحاولوا اننا نلبسوها مزيان. حتى كتلبس لنا هذاك نصف كاس من الزيت والسكر الخشن. اذا كتبسبسوها مزيان، كتلبسوها الزيت هانتوما على هذا الشكل، كتجي مشربة الزيت والسكر الخشن. ودابا غادي نخليها ترتاح تقريبا مده نصف ساعه 30 دقيقه، ونرجعوا باش نكملوا بقيه المقادير. اذا كنبقى نحرك مره السيرو ديالنا، هانتوما هو غيبدا يدير فقاعات. اذا كنضيف ملعقه صغيره من الزبده، انا طفيت عليها دابا البوطه، وغنبدا نحرك بشويه باش تذوب لنا ديك الزبده. راه باقي مازال سخون بعد ما درنا الفقاعات. لاحظتوا ما كيبقاش المقدار ديالو زعما داك القياس ديالو اللي كان، حيت كيتشرب لنا. صافي دابا غنخليو، يعني من بعد ما ارتحت نصف ساعه 30 دقيقه، ضفت ليها خميره الحلويات بيكين بودر وسكر الفانيلا وملعقه ونصف من الكوك، ملعقه كبيره نصف، وكتبقى اختياريه. ودابا غادا نخلطهم ونخليها ترتاح واحد شويه تقريبا 5 دقائق. ونديرها في القلب اللي دهناه بالزبده والدقيق فورس، باش هكذا ما كتلصقلناش. ضروري ما كندهنوا القالب. صافي كنمزجوا المكونات وكنمشيو وكنضيفوا ليها عفوا الحليب، كنبقاو نضيفو بشويه بشويه، كأس ونصف من الحليب،
حبيبه ماما. كتجي سائلة، كنمسحو الجناب، كنحاولو أننا نلبسوها كلها بالجوانب كلشي. صافي وغنتركوها باش ترتاح تقريبا شي 5 دقائق، وغادا نديرها في المول. اذا القلب هو دهناه بالزبده والدقيق، وندير فيه الكيك ديالي. اذا بعد ما تشرب لنا البسبوسه ديالنا غادا نحطوها في القالب. اذا هذا هو الكيك ديالنا، يعني بعد ما صبيته في اناء. هاي البسبوسه ديالنا بعد ما درتها في القالب. ابتديت اني نزوق اولا نزين البسبوسه ديالي بالشوكولا. هذا شوكولا الاصابع، هنا كاينه زهره وبيضه. كنهدي على العالم كله وردة حب وسلام، ان شاء الله نخرجوا من الكورونا. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا من بعد ما طابت وتحمرات، ها هي الوريضه. كتجي بنينه هائله في المذاق ديالها، وحتى الشكل كيشهيك انكم تاكلوها. اذا كنسقيو البسبوسه ضروري ما حتى هي سخونه. انا دابا عندي السيرو راه برد، هانتوما كنسقيو. لاحظتوا معايا انا كنسقيه هو كيشرب. كما كتعرفوا البسبوسه كتبغي انها تسقى مزيان باش ما تجيناش ناشفه، وهذيك 3 الكؤوس ديال الماء راه كافيه جدا. اذا هذا هو شكل البسبوسه ديالنا بعد ما سقيناها مزيان. سقيتها، قلت لكم انا استعملت 3 الكؤوس من الماء، نصف كاس من السنيده السكر الخشن، ونصف حامضه صغيره. ها هو شحال تبقى لي، يعني سقيتها وعاودتها. ما تبخلوش علينا بتعليقاتكم والضغط على زر اعجاب جام والاشتراك في القناة كذلك، وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. فنانتم انا سقيتها اللي تبقى لي كله. خصكم تسقيوها ان فوا تخرجوها من الفران، مثلا الا كانت هي سخونه كيخص تسقوها تكون بارده. هكا ما كتعجنش يعني، فحيت لا خرجتوها من الفران وخليتوها هكاك بلا ما تسقيوها داز عليها بحال هكا نص ساعه ولا هذا، كتكون ناشفه شويه. يعني احسن حاجه كيما بحال الكيك كتسقيو ان فوا كتخرجوه من الفرن، وهكذا كيتشرب حتى هو هذيك السيرو كيتمزج مع المكونات ديالها باش كتجي رائعه. هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا بعد ما سقيناها، كتجي رائعه جدا. وصلنا لنهايه الفيديو. الى عجبكم الفيديو، عجبتكم
شهيوة ديال اليوم بسبوسة، ما تبخلوش علينا بالضغط على زر اعجاب والاشتراك في القناة وكذلك تفعيل الجرس وترك تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.